بحب أقرأ عن الجنس في المجلات وأشوف صور علشان أبقى فاهمة. هتفهمي إيه؟ مش هتفهمي حاجة. الجنس اللي في المجلات ده جنس الحيوان، جنس الضلمة اللي كنا بنتكلم عنه، لأنه ده قدس الأقداس اللي ربنا كان حاطه كده محدش يدخله إلا في ظروف خاصة، يعني الهيكل محدش يفتحه غير أبونا، واخدين بالكم؟ وكل مكان له قداسته، فالجنس مكان مقدس في الإنسان، فما ينفعش أبدا إن أي حد يتفرج عليه، لأن ده طبعا ده بالظبط زي ناس داخلة على الهيكل بالجزم قاعدين ياكلوا ويشربوا جوه. دي إهانة شديدة جدا للي عمله ربنا. فالفرجة على الجنس في المجلات ده اللي قال عنه المسيح: من نظر ليشتهي فقد زنى. ده نوع من الزنا، لأن هو الزنا بيبتدي بنظرة وفكرة وانفعال جسدي وخطية. فلو ابتديت بالنظرة الغلط يبقى ابتديت مشروع الزنا. فالبنت اللي بتقول أنا بحب أقرأ عن الجنس في المجلات، لا طبعا، لا دي سكة غلط، لأن مش ده الجواز، مش ده الجنس المقدس خالص. وعاوز أقول لكم حاجة، اللي بيتفرجوا على حاجات وحشة ما بيعرفوش يتجوزوا بعد كده، بيتعبوا جدا في جوازهم. ليه؟ لأن هي فهمت الجنس بطريقة مشوهة، ففاكرة أنه مش هينفع تعيش غير بالطريقة اللي شافتها، وعاوزة توصل لحاجات معينة في بالها. إنما هي الحكاية أبسط من كده خالص، لأن ربنا حاطط فيكم بالطبيعة، يعني من غير ما حد يدي دروس هتلاقوا نفسكم تتجوزوا وتعيشوا سعد. لأن أهالينا زمان ما حدش كان بيكلمهم في الحاجات دي، إنما كانوا بيتجوزوا ويعيشوا سعد. فمين قال بقى إن أنا لازم أعرف ولازم أقرأ ولازم أشوف عشان أتجوز؟ ده بدعة. ده من ساعتها الناس كلها جوازات خربان. ليه خربانة؟ قال إيه؟ عشان كنت بسأل وبعرف وبتفرج، لأنه عاش في زنا فمش عارف يتجوز بعد كده. ده شوفوا أنتوا البنت منكم لما تقف كده عند الإكليل، أبونا يصلي يقول إيه؟ بسم ربنا يسوع المسيح ومشرع شرع، نعلن زواج أو إكليل الابنة المباركة البكر. يعني الكنيسة بتفتخر إن بنتها بكر. بكر يعني إيه؟ مش يعني ما مسهاش راجل، لا يعني نقية، يعني طفلة، يعني بريئة، يعني عقلها نقي وقلبها نقي، وهتدي كل كيانها لجوزها في المسيح. يا فرحتها وسعادتها. طب انت تحبي تبقي بكر ولا تبقي واقفة في الإكليل مخك بقى عنده خبرات وذكريات تسمعي كلمة البكر توجع قلبك، تقول يا ريتني كنت بكر. بكر روحيا كمان مش بس جسديا. عشان كده الكتاب كله بيتكلم عن الأبكار اللي هيوصلوا السماء، أبكار، يقول كنيسة أبكار. أبكار يعني إيه؟ يعني أنقياء، أبرياء، أطفال حلوين، حتى منهم ناس شيوخ عواجيز، بس أبكار. أبكار يعني مختارين لربنا. فأنت بكر، فما تضيعيش البكورية، تبقى عاملة زي عيسو اللي باعها بطبق عدس عشان قال تنبسط النهاردة تتفرج على صور كأنك بتبيعي بركة عمرك بطبق عدس. طبعا انتوا بتحبوا العدس، ما دي مشكلة، انما تبقى يعني واقعة بيضة. وعيسو بكى بكاء مرا، لكن خلاص ما كانش عارف يصلح اللي عمله، لانه باع النقاوة اللي عنده بسبب الاكل والشرب. بحذرك من المجلات دي، هتتعبي منها قوي.